بثلاث امام منتخب غينيا. مشاهدينا ننقل لكم مباشر لحظه بلحظه. هكذا اذا حافله المنتخب تخرج وسط جموع غفيره من المتابعين والجماهير الجزائريه، واكيد انهم عندهم الجماهير العربيه الاخرى لانها اللي خيبت بلدانهم، ما يلقوا الا الجزائر. اذا محاطه بالامن المصري، وهي امور تنظيميه فقط، لانه اكيد بانه الجماهير الشرطه المصريه الامن المصري لن يجد صعوبه مع الجماهير الجزائريه لتعودت ان تفرح طبعا بسلميه وبشكل كبير مثل ما يحدث هنا في الجزائر، وهي صوره مميزه مثل ما يحدث طبعا هنا. اذا حافله المنتخب الجزائري تخرج، وتامين فقط من هناك لحافله المنتخب، رايحين للفندق لاخذ راحه بعد المجهودات الكبيره المبذوله من اللاعبين والطاقم الفني. مشاهدينا ننقل لكم الصوره لحظه بلحظه من هناك من مصر، اين الجماهير الجزائريه والصحفيين يتجمعون على حافله المنتخب لاخذ طبعا الصور. يتمنوا هذه الصور لحظه، ذكرهم اكيد بالصور، وذكرنا ايضا باللحظه اللي كانت 2009 مع المباراه الشهيره لمصر ثم الذهاب الى السودان. اعتقد تقريبا نفس الصور مشابهه هكذا جاءت توفيق. والشعب هذا يا حليل يا ربي، الفرحه هذه اللي راهي ان شاء الله الجزائر نعيشوا غير في الفرح، ونطلبوا ثاني يا ربي ان شاء الله من السفاره المصريه تسهل لنا التاشيره، وقت فيه جمهور غفير وحاب يروحوا القاهره، وان شاء الله نروحوا نجيبوها الكاس هذه وراح علينا الحزن، وان شاء الله نطلبوا الخير للجزائر، وان شاء الله يكون لهنا والاستقرار، وان شاء الله خاوتنا اللي راهم يقول لك محبين، ديجا في مارسيليا في باريس كاع محبين يروحوا القاهره، ما امنوش بالفريق هكذايا. والحق واحد ما امن يكذب عليك، مية تاع بالماضي اللي رد الجروب شغل خاوه خاوه، هو يعرف الدرجه، عرف كيفاش يدخل يتضامن معاهم، جاب لك عقليه الجيريان عليك ولا هنا كيف كيف، سا سي امبورتون. شفت اللي ماتش بين عطالو بالماضي كيوريو في البورتال زعما فيديو كيفاش تكون الكونتاك هو الصح، اللاعبين اللي يلعبوا تكون لي بون بوان، هذه هو او لاعب شعيب ويعرف ولا راني غلط ولا لا، سي سا ان جروب، سي سا ان جروب، يفو ان جروب. شعيب سالته هذاك ما جاوبش، قال لك هذه هي الصوره لما تكون متقاربه بين المدرب واللاعبين. تكون كي تكون سيرتان كومبليسيتي مع اللاعب وديزافينيتي مع اللاعب، كونفيونس فهمت، سي امبورتون، سي تريز امبورتون كي يكون المدرب قريب 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 للاعب نتاعو. إذا مشاهدينا الكرام، أن التحق بنا اللحظة، هذه الصور الأولى اللي تأتيكم مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة. هناك بعد خروج المنتخب الوطني، حافلة المنتخب الوطني من ملعب الدفاع الجوي، أين لعب المنتخب الجزائري مباراة أمام منتخب غينيا وفاز بثلاثة أهداف دون مقابل ليحجز مكانة له أمام منتخب كوديفوار أو مالي في الدور الربع النهائي. الحافلة متوجهة مباشرة إلى الفندق اللي يقيم فيه طبعا المنتخب، زملاء صحفيين هناك أملا في أخذ تصريحات ربما أو شيء من هذا القبيل. مع شوف هذه الفرحة ما تقدر تزيد إلا تزيد تفرح الناس، واكيد ان يزيدوا يشوفوا يعني في التلفزيون وعبر مواقع التواصل الفرحه عبر يعني كل انحاء العالم ليس الا في الجزائر، لان الجزائريين متواجدين في كل يعني الانحاء، ونظن يعني هذا راح يحفز اللاعبين هذا نظن ما حين يدخلوا الى بهو الفندق ولا الخروج هذا ويخرجوا من الملعب. اعتقد مباراه شباب الوزداد مع الاسماعيلي انا اعتقد في 2013 يعني هذه المسافة فقط إلا في الملعب الدفاع الجوي، إحنا إحنا مسافة قصيرة فقط تقدر تخرج من الملعب، فرق كبير. بعيد باش تلحق الباب. نعم. بعيد. حنا بعيد. إن شاء الله يا رب يكون عندنا لي زانتراسيون كثير، يديروا لنا ملاعب كبار. يا خويا عندنا أرض الله يبارك فيها الخيرات يا خويا. أيوة. العصابة. إن شاء الله إن شاء الله فمك ربي كاين الناس، إن شاء الله يا خويا شكون يدير لنا خير بلادنا. انا مش هبقاش ترى لا لا بنور كاع ان شاء الله يكون خير بيض خير يلا طبعا الزملاء اكيد هناك وكيف ما احنا بالماضي ان شاء الله احنا نفرحوا هنا هنا حتى الرقيبه ان شاء الله. شكرا. عفوا عفوا واتو تري بيبا رجلي مبروك علينا هذا الفوز. من دير رجلي عادي خاصه في الكلمه كل مبروك علينا هذا الفوز ونهدوا للشعب الجزائري 1 2 3 فيفا الجيري.
تفضل معك. مبروك علينا هذا الفوز، والعشيه قلت لك باللي نربحوه وربحنا ان شاء الله، ونهديوا هذا الفوز لجميع المواطن الجزائري اكل ان شاء الله، ويعطيهم الصحه اللي جوار داروا. السلام عليكم، انا مشجع مصري من 2008 لمنتخب الجزائر بس، بدون اي تعصب لاي حاجه. ان شاء الله باذنك انت يا رب نربح الكاس، بس محتاجين شويه تركيز في الفينش النهائي، خصوصا من بغداد بنجاح، رياض محرز، بليل، لازم فعاليه هجوميه عندهم تبقى اكتر من كده، وان شاء الله الكاس بتاعتنا ان شاء الله باذنك انت يا رب نربحوها باذنك ان شاء الله. هو الحمد لله اللي فتحنا سكور شباب خرجناهم، ان شاء الله احنا نبرتي الاولى حتى الاخره ان شاء الله، ما نولوش ما كانش مشاريع ان شاء الله. السلام عليكم، كي ربحنا اليوم 3-0 ان شاء الله، عقب اللهكم ان شاء الله الدوام معنا وروح. اذا زميلي حكيم